عايز اخدك لحته تانية النهارده، لفته طيبه جدا من الاتحاد الافريقي. عايز اروح معاك. لفته طيبه النهارده جدا من الاتحاد الافريقي لما نشوف بيتسو موسيماني النهارده هو بيسحب القرعه. النهارده بيتسو موسيماني اسم كبير في القاره الافريقيه مع النادي الاهلي، بيحقق 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، فالنهارده ده تكريم من الاتحاد الافريقي يكون موجود في سحب القرعه النهارده يا كابتن سيد. بص يعني انا اعتقد ان هو انت في النهايه مش بتمن على حد في حاجات زي كده، يعني يعني تاريخك واللي انت عملته هو اللي بيخليك تروح لنقطه بعيده جدا. اعتقد ان الراجل مش بالاسم الصغير في الوقت اللي حالي في افريقيا ده اسم كبير جدا، واخد 3 افريقيا، 2 مع النادي الاهلي وواحده مع صن داونز، واخد 3 سوبر وواحده مع النادي الاهلي، واحده مع صن داونز واثنين مع النادي الاهلي. فانت بتتكلم واحد واخد 6 بطولات افريقيه، 6 بطولات قاريه، فده اسم يعني اكيد تعب عشان يوصل له. الاهلي اضاف له كتير جدا وهو ساعدنا في حاجات كتير، يعني فاعتقد ان الاتحاد الافريقي كانت له يعني ارقام ومعايير للاختيار، ما كانش في ان هو بيمن على الراجل او بيديله حاجه يعني مثلا يعني بيكرمه بيها ولا حاجه، لا ده الراجل هو عارف كويس ان ارقامه شاهده وان نتائجه كانت واضحه. فاعتقد ان دي مسج يعني لكل اللي شغالين في افريقيا وحاجه كويسه الصراحه يعني. تمام. كلمت مع موسيماني بعد القرعه كابتن سيد؟ اه طبعا اتكلمت. خلي بالك يعني هو من 5 6 ايام كنا بندردش مع بعض واحنا جايين تقريبا من الرجاء يعني ماتش الرجاء يعني، فقال لي كده قال لي هنقع مع صن داونز يعني هو قلبه حاسس. انت قلت لي خلاص بقت موجوده على البطاقه دلوقتي. اه صن داونز خلاص يعني.